في زيارة الجامعة الكبيرة التي نقلت على الإمام الهادي سلام الله عليه، هناك جملة تتعلق بمقولة الانتظار. وهذه الجملة في الواقع لو نتأمل فيها نستطيع أن نعرف حقيقة الانتظار، ومن ثم ماذا نفعل. يقول الإمام سلام الله عليه مخاطبا أهل البيت سلام الله عليه أجمعين: منتظر لأمركم. فهناك أمر عظيم جدا، هذا الأمر الذي ورد في الروايات أمرنا صعب مستصعب، منتظر لأمركم. ولي الأمر أيضا إشارة إلى هذه المقولة. ثم يقول: مرتقب لدولتكم، مرتقب لدولتكم. فالأمر عظيم، ولكن لابد أن تتحقق هذه المقولة في الدولة المباركة التي يعز الله بها الإسلام وأهله ويذل بها النفاق وأهله. مرتقب، الارتقاب مقولة عملية، وهذه الكلمة من جملة الكلمات التي تدل على الاستعداد، لأن الرقبة الإنسان عندما يرفع رقبته يعني هو مستعد، ولهذا الارتقاب من الرقبة، الإنسان الذي يترقب ينظر يمين يسار متى يأتي الإمام سلام الله عليه، وفي كل لحظة يكون يفكر في الإمام ويتحرك أيضا، يعني يسعى في أعماله في حركاته في عباداته في صلواته، في هذا يكون هذا الصدد، وعلى ضوء هذا الانتظار يتحرك حتى يكون إن شاء الله من الذين يحظون بالأجر العظيم.